بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد عوض رئيس العلاقات العامة في جمعية المهندسين الكويتية. تزامنا مع احتفالية يوم المهندس العالمي حبينا نشارك جمعية المهندسين في بوث في الأفنيوز، وحبينا نشكر المهندس على يعني ما تقول كلمة شكر نوجهها له من خلال هذا البوث. وعندنا يوم 7/3 في دار الأوبرا، فهذه دعوة منا لكم وحياكم الله.